مجرمون معتدون لم تمنعهم قدسيه شهر رمضان المبارك ولا الحدود الجغرافيه وابتكارهم ما زال قائما في بحث سبل جديده لبث سمومهم. اكثر من مليونين ونصف مليون حبه من ماده الانفيتامين المخدر كانت على ضفاف ميناء جده الاسلامي، احبطها جنود عاهدوا الله على صون هذه البلاد وكانوا درعا حصينا لصد كل معتد. وزاره الداخليه ممثله في اجهزتها الامنيه تتعقب نشاطات الشبكات الاجراميه واسهمت عمليات المديريه العامه لمكافحه المخدرات في تحقيق ضربات استباقيه باحباط تهريب العديد من المواد المخدره في عمليات نوعيه تمثل ما تحظى به من تدريب ميزها محليا وعالميا واقليميا، كما يسهم هذا التعاون المشترك مع الدول الشقيقه والصديقه في احباط محاولات عديده للشبكات الاجراميه التي تمتهن تهريب المخدرات عبر الحدود. يقف رجال الامن في المملكه كدرع ميداني حصين. يحرس الحدود ويصد كل يد عابثه تحاول المساس بامنها وشبابها ويعضد المواطنون جهود رجال الامن بابلاغهم عن اي نشاطات ذات صله بتهريب المخدرات بتقديم جميع المعلومات التي تسهم بردع تلك المنظمات الاجراميه الفاسده